توفى وعنده 17 اخ، 12 اخ شقيق واربعه من الاب واخ واحد فقط من الام. نقلت الفتاه للرياض واجريت لها التحاليل، قالوا الاطباء انها وصلت مرحله متقدمه ما في امل. قالوا لها ممكن يكون لك علاج في امريكا لكنه غير مضمون. اخوانه قالوا والله منا بدافعين فلوس وانا ما ندري ايش احنا عليه، والاطباء يقولوا كذا. كلهم قالوا هالكلام الا اخوها من امها. اذا اخواني تخلوا عنك والله ما تخلى عنك، وراح رهن بيته واخذ قرض كبير وسافر مع اخته لامريكا تعالج هناك. زوجته لما درت الموضوع زعلت وراحت لاهلها. بعد 8 اشهر الله كتب ياخذ امانته، توفيت اخته، فرجع بجثه اخته وخيبه امله وشماتت اخوانه وزوجته اللي تطلب الطلاق وخسر وظيفته. بدا المسكين يبحث عن عمل، لقى له عمل سايق في البلديه، وبعد كم شهر جته المفاجاه الكبرى اللي غيرت مجرى القصه. وش صار؟ اتصل فيها احد قرابه والدته المتوفاه اللي هي والدة أخته المتوفاة أيضا، قال له فلان، قال نعم، قال أبشرك. كش بشرني به؟ فلان من جماعة الوالدة توفي وما لقوا له وريث إلا أنت. الرجل عندها أرض كبيرة وعندها أملاك تسوى الملايين. استلم الأرض، باع جزء منها، استرد بيته اللي رهنه، وسجل باسم زوجته وارسل لها صك البيت ورقت طلاقه. الحرمه شافت الدراهم قالت تكفى لا تطلقني، قال لا، يوم وقت الشده تخليتي عني الله يستر عليك. راح تزوج لوحدها طيبه وبدا يشتغل في الارض بالزراعه واشترى له حلال. رزق هذا الرجل من زوجته الصالحه الثانيه ببنت، كبرت هذه البنت واصبحت داعيه فاضله هي التي تقص هذه القصه. سئل الرجل وش سبب هالخير اللي جاك؟ قال ما انسى دعوه اختي قبل ما تموت عقب ما صرفت عليها فلوسي وخسرت وظيفتي. قالت قل امين يا اخوي، اسال الله ان يفتح لك باب الرزق كماء منهمر. العبرة يا إخواني أخواتي من هذه القصة، افعل المعروف تجد جزاءه في الدنيا والآخرة. إذا أضعت مكان البذور التي بذرتها سيخبرك عنها المطر إذا أثمرت. إذا كان في ناس يتلذذون بجمع المال وأخذه فتلذذ أنت بالعطاء. لماذا؟ لأنه سيكون لك ذخرا في الدنيا والآخرة. إن ما وجدت جزاء في الدنيا فهو حتما ذخر لك في الآخرة. وآخر وأهم الدروس، وخيتك شقيقة روحك وشعرة وجهك إذا احتاجتك وحدث لك الدنيا واضطرت لفزعتك لا تخذلها. تصبحون على خير.